tonight, I can report to the American people and to the world. The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaeda, and a terrorist who's responsible for the murder of thousands of innocent men, women, and children. الجو يا سلابان مش وجاكم طالبان اقاقان وبالي في الحريان دي دبابة ضربة دبان مرحبا بكم في الموتشو كيستان هانا با هذا خطاب بات مباشر لك انا شير ولا شيرا سيانين وجزيرا جاي من الادغال كيما وكلي وباقيرا ودير اوباما وشاكيرا وخاشي جوني ما ديما عايش تحت الشمس دو غوستوس مع المولا وما هو اسامه مصادري تانا راه كنت حاري فوق اوباما قيل تويلا باغي تصوفا ماشي كلاشنيكوفا دا كلاش بوان كوفا جبت تيليفوناك ديرني رينجتون انت وديك البيتش ديال هاري كليبتون نايضه بالغيران ديما شادين ستون بالموت شو كيستان تا لواشنطن هذا كلاش جيم اوفا بغيتي تصوفا خوي تويل 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 قولوا لاوباما اسامه باقي حي 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 اسامه كلشي محلوش لا باقي هادي اللي غادي يجي فيكس البطارون بحال بوش انجلينا جولي تشوفني دير فوس كوش عندي باس لكينيدي ايربورت باقي ما قايسوش فوق سي ار اي عندي الباور معاك اسامه راجل موت جاك باور ياك يو اس اي ما بقاتش في تصاور كلشي هوليوود تخاور توخا عندي بوستر فوس البنتاغون ما يا حزب الله ديما ستون بالكهوف سبونسوريزيت باي حليب النعجه وبيار البترول جايب الراجل باجا عتجا شكون اسامه ذا بيك بن لادين مع الناس الاقدمون نايضه بالغيران ديما شادين ستون بالموت شو كيستان تا لواشنطن هذا كلاش جيم اوفا بغيتي تصوفا خوي تويل 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 اوباما شوف انا خوك اسامة ما منوش جوج نوض معانا بوش موف كامل كان بوش اوباما شوف انا خوك اسامة ما منوش جوج نوض معانا بوش موف كامل كان بوش اوباما شوف انا خوك اسامة ما منوش جوج نوض معانا بوش موف كامل كان بوش اوباما شوف انا خوك اسامة ما منوش جوج نوض معانا بوش موف كامل كان بوش Pakistan main Bin Laden.